أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. موضوع اليوم هو الإعاقة العقلية. والإعاقة العقلية ببساطة تعني أن النمو العقلي للطفل لا يكون موازي للنمو العمري أو الزمني. فعندما يكون الطفل في عمر السنة يكون نمو العقلي 6 شهور أو 9 شهور، وعندما يكون في عمر السنتين يكون نمو العقلي لا يتجاوز السنة، وعند 5 سنوات يكون نمو العقلي لا يتجاوز السنتين، وهكذا يصبح معدل ذكائه منخفض. وإذا انخفض هذا المعدل إلى ما دون 80 يبدأ هناك مشاكل في التعلم وفي السلوك والتطور، وتظهر الإعاقة العقلية بشكلها الحدي عند هذا الرقم، ثم بشكلها البسيط عندما يتراوح بين 70 و50 كمعامل ذكاء. وإذا انخفض عن 50 أصبحت الإعاقة بدرجة متوسطة أو شديدة أو شديدة جدا. هذا يعني ببساطة أن الطفل الذي يعاني من إعاقة عقلية لا يستطيع أن يتعلم من خلال المدارس والمناهج العادية، ولا بد من إلحاقه في مراكز التربية الخاصة. ومفهوم التربية الخاصة غير واضح عند الكثير من الناس. التربية الخاصة ببساطة تعني أن له ليس من هناك منهج محدد مسبق لعمر الطفل، بل إن الطفل يستقبل ويعطى له برنامج مناسب لقدراته، يتطور مع تطور مهاراته، ولا يكون التركيز بدرجة كبيرة على البعد الأكاديمي بقدر التركيز على البعد السلوكي والمهارات اليومية الحياتية. وبالتالي فإنه عندما يتم تشخيص الطفل بالإعاقة بصورة مبكرة، هذا يعطي المجال للطفل أن يصل لمركز تربية خاصة ويحصل على أفضل نتيجة، في حين أن بقاء الطفل في مدرسة عادية يخضع لمناهج عادية مع أطفال بقدراتهم طبيعية فإنه لا يستفيد، بل على العكس يتضرر. يتضرر لأنه لا يستطيع أن يواكب أقرانه، ويصبح محط سخرية واستهزاء والكثير من المشاكل السلوكية تنتج عن ذلك. ومع الأيام ومع الزمن قد تصبح المشاكل السلوكية هي أهم ما يواجه الأهل. مع الأسف الكثير ما يرفض الأهل مبدأ أن ابنهم لديه إعاقة، أو إذا وافقوا على الإعاقة فإنهم يحاولوا تبسيطها ويحاولوا إبقاء الطفل في مدرسة عادية. يرفضوا مراكز التربية الخاصة على أنها للمعاقين وأن ابنهم ليس مثل باقي الأطفال. والشيء المستغرب أن كل ذوي طفل معاق يظن أن ابنه أفضل من باقي الأطفال، ولا أفهم أنا هذه الأفضلية. فهذا شيء عادي في الحياة، فالمفروض أنك عندما ذهبت للمدرسة لم تكن أفضل طالب في المدرسة ولا أفضل طالب في الجامعة ولا أفضل إنسان في الحياة، ولا داعي أن يكون ابنك هو الأفضل في أي شيء أو الأسوأ. هناك من هم في مثل حالة ابنك، وهناك من هم في حالات أشد ومنهم في حالات أقل. يحتار الناس في موضوع الإعاقة العقلية من يشخص، هل طبيب الأطفال أم طبيب الأعصاب أم مختص التربية الخاصة. الإعاقة العقلية والانحرافات في تطور الطفل تقع ضمن تصنيف الأمراض النفسية في التصنيف العالمي 10 والأمريكي 4. وبالتالي فالتشخيص لابد أن يبدأ من الطبيب النفسي، وهذا لا يعني أن الطفل يجب أن يكون بحاجة لعلاج. في معظم الأحوال
يكون هناك يعني فقط تشخيص ويتبع تحويل الطفل إلى مركز تربية خاصة لتلقي التعليم مثل باقي الأطفال، ولكن بدل أن يكون في مدرسة يكون في مركز للتربية الخاصة. وفي بعض الحالات قد يكون هذا المركز نهاري بحيث يذهب الطفل ويعود في نفس اليوم، وفي أحوال أخرى يكون هناك مبيت، وهذا المبيت يؤدي إلى رعاية على مدار 24 ساعة وتعديل في السلوك وتنظيم في النوم وفي الطعام وفي وظائف كثيرة، وخصوصا عندما تصبح الأسرة غير قادرة على القيام بهذه الواجبات والوظائف المطلوبة منها. إذا الإعاقة العقلية وهي موضوع شائع ومنتشر، وفي العالم العربي يسبب وصمة، الكثير من الأسر لا زالت تخفي أبنائها، تضعهم في غرف مقفلة وبطريقة غير إنسانية، وذلك حتى لا يؤثروا على سمعة الأسرة ويؤثروا على سمعة العشيرة، وهذا تصرف غير إنساني وغير مقبول، والإنسان المعاق له حقوق مثل غيره من البشر ولا بد له من أن يمارس حياته، وحتى لو لم يكن من المتوقع أن يصبح طبيعي إلا أن ممكن يجب أن تكون حياته بأفضل صورة ممكنة وأن تستغل إمكاناته المتاحة والمتوفرة. أما إهماله وسجنه في غرفة فهذا سيؤدي إلى إعاقات كثيرة وإلى اضطرابات نفسية وعديدة قد تفوق في خطورتها وصعوبتها الإعاقة نفسها. إذن ليس هناك خجل لا من مرض ولا من إعاقة، وعلينا تدبير الأمر بالصورة المناسبة لكل طفل ولكل إنسان. إذا كان لديكم أطفال معاقين فلا تستهينوا بالأمر ولا تؤجلوه، وتطمئنوا أنفسكم، لا بد من الاعتراف.